أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم. نتوقف عند الجدل الدائر حول القمة العربية في الجزائر التي قال تبون إنها للم شمل العرب، وتساؤلات وتعليقات، ماذا عن لم شمل الجزائريين؟ إذن جدل حول القمة العربية المعتزم تنظيمها في الجزائر في الأول من نوفمبر المقبل بمناسبة ذكرى ثورة التحريرية، قمة لجمع شمل العرب كما أكد تبون أكثر من مرة. تبون الذي يبدي رهانا كبيرا على هذه القمة في مقابله تجاذبات وتسريبات واتهامات حتى حولها، مثل ما ظهر بشكل واضح مؤخرا حول ما أريد لها من أطراف عربية أن تبرز كقضايا خلافية تتجاوز الأزمة الجزائرية المغربية المعروفة. ومن هذه المظاهر تسريبات مصرية بدت مقصودة عن غضب مصري مزعوم من استقبال الجزائر لرئيس الوزراء الإثيوبي، فيما تسلم السيسي اليوم من العمامرة دعوة من تبون للمشاركة في القمة. وإلى جانب هذا، حديث في صحيفة سعودية تابعة للعائلة المالكة من انزعاج من العلاقة الوثيقة للجزائر بإيران ومسعاها لإعادة نظام بشار الأسد للجامعة العربية، وهو ما سقط بشكل واضح أمس مع إعلان النظام السوري عدم المشاركة في قمة الجزائر. قبل هذا وبعده، وفي خضم حديث تبون المتكرر عن لم شمل العرب، تساءل كثيرون ماذا عن لم شمل الجزائريين؟ يرى متابعون أن البرنامج المكثف لوزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة والرحلات المكوكية التي تقوده بين دول إفريقية وأخرى عربية يستهدف من خلالها ضمان لم شمل العرب وتوحيد الموقف العربي تجاه أهم القضايا والانشغالات التي تواجه العالم العربي حاليا ومستقبلا. ويصف مراقبنا ما يحدث حقا في الجزائر على المستوى الداخلي اقتصاديا وسياسيا، وما تريد الجزائر تسويقه أمام الرأي العام العربي والعالمي بأنه يمثل تناقضا وتباعدا بين الحالين بلغ أشده. فالجزائر التي لم تتمكن حسبهم من إنجاح مشروع ومبادرة رئيسها في لم شمل الجزائريين، وتبدد تصوره وتحول بفعل الصراعات الداخلية إلى ملحق بسيط تابع لقانون المصالحة الوطنية للرئيس الأسبق بوتفليقة، في الوقت الذي كان فكرة شاملة راهن عليها الرئيس واستحسنتها الطبقة السياسية التي استقبلها تبون بالمناسبة. ويرى محللون أن الإخفاقات المتراكمة بخصوص ملفات الدخول الاجتماعي والإخفاق في توفير الحليب والزيت واللحوم البيضاء والتعثرات المستمرة لمسألة إنعاش الاقتصاد والحد من تزايد منحنى ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطن أصبحت تحرج الحكومة الجزائرية وتكشف ضعفها أمام إحداث إجماع وطني حول قدرتها على تجاوز هذه المصاعب، فيما تحاول السلطة تبديد هذه المخاوف عن طريق الترويج عبر وسائل الإعلام للعودة القوية للدبلوماسية الجزائرية والإنزال الدبلوماسي الذي تشهده الجزائر لقادة ووزراء ورؤساء أوروبيين وأفارقة وعرب. وتعز هذا النجاح فقط للعبقرية والقدرات الخارقة للرئيس، ممعنة في الاستهانة بالقدرات الذهنية والتحليلية للمواطن الجزائري. زيارات واستقبالات دبلوماسية لا يلتمس المواطن حسب المحللين أثرها الواضح على الحالة الجزائرية اقتصاديا وسياسيا وحتى استراتيجيا، بل وتعيد الأحداث فرض ذات الأسئلة التي تفتقر إلى حد الآن إلى إجابات واضحة.
أسئلة من قبيل ماذا يستفيد الجزائريون من صرف الملايير من أجل عقد قمة للجامعة العربية التي لم تعد حسب المراقبين إلا هيئة خاصة بالمتقاعدين من مختلف الوظائف الدبلوماسية العربية. وفي خضم هذا الجدل وخاصة التسريبات والإبرازات الإعلامية العربية من بينها صحيفة محسوبة معروف أنها مملوكة حتى للعائلة مالكة في السعودية، رمطان العمامرة يرد على ما أثير مؤخرا من حتى مطالب ودعوات لتأجيل القمة وحتى عدم عقدها في الجزائر. رمطان العمامرة يرد بإصرار قبل أيام أن الجزائر جاهزة والقمة في موعد. الحمد لله، الله يبارك، ناجحة تماما الحمد لله، في آفاق واعدة لا بالنسبة للعلاقات الثنائية ولا بالنسبة لتطبيق اتفاق الجزائر إن شاء الله. لا بأس الحمد لله. تحضيرات جارية، احنا جاهزين لاستضافة القمة. معنا في نقاش اليوم الأستاذ سعد بوعقبة الكاتب الصحفي عبر خدمة سكايب، ومحمد الداوي رئيس حزب الكرامة عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلماني سابقا. أستاذ سعد بوعقبة، ما رأيك؟ العمامرة يرد قبل يومين، كان هناك الكثير من اللغط حول هذا الموضوع القمة، العمامرة يقول نحن جاهزون، وإن بدا شكلا يعني بشكل غريب كأنه معه حرس ولم يكن يسمح له حتى بالحديث، يؤخذ هكذا يعني من حيث الشكل فقط، يعني مثير للتساؤلات، يؤخذ لم يكمل حتى فكرة أن الجزائر جاهزة وأنه القمة ستكون في موعد. طبعا هناك تقريبا 6 شهور ولا أقل أو أكثر شوية من 6 شهور، والصراع جاري على مستوى الجامعة العربية بين الروس والأمريكان على من سيستلم دفة الأمور في المنطقة العربية في الشرق الأوسط عبر بوابة الجامعة العربية. والروس حاولوا أنهم عن طريق القمة هذه، عن طريق سوريا والجزائر و الجملوكيات العربية، يضعوا قدم لروسيا داخل الجامعة العربية، وطمح حتى إلى طموحهم أدى حتى إلى إمكانية طرد الأمريكان من المنطقة العربية من الجامعة العربية لأنها كانت أمريكية بكل امتياز، لكن يظهر أن الأمور لم تسير كما يجب وأن الأمريكان ما زالوا حاكمين زمام الأمور الجامعة العربية وفي الناس اللي حاكمين بمفاصل هذه الجامعة، وبالتالي تم تعطيل إحلال الروس محل الأمريكان من خلال رفض عودة سوريا إلى الجامعة العربية من طرف العرب اللي كانوا يطالبوا بإعادتها، يعني حتى الخليجيين كانوا مستعدين لإعادتها ولكن في آخر لحظة بطلوا، قالوا ما لازمش ترجع. لماذا؟ لأن الأمريكان ما يحبوش يظهروا بمظهر أنهم فقدوا السيطرة على المنطقة العربية وبالتالي فقدوا السيطرة على الجامعة العربية. الإخراج كان سيء جدا لعملية فشل الروس في استلام الامور في الجامعه العربيه من خلال ان سوريا هي اللي ما حبتش، يعني حتى الاخراج كان تافه، يعني كان المفروض يقولوا باللي عرب الخارج الامن المتامريكيين رفضوا ان سوريا ترجع للجامعه العربيه، يعني بمعناها الملكيات رفضت الجملوكيات انها يرجع لها مكان في الجامعة العربية. ولكن الملكيات بالعكس أكبر مطبع مع النظام السوري الإمارات مثلا، يعني لا إشكال البحرين لا إشكال لها، عمان بالعكس كذلك أول مطبعين مع نظام بشار الأسد، حتى السعودية لا إشكال لها مع نظام بشار الأسد، يعني ربما قطر فقط التي لها تحفظات أو رفض لإعادة تأهيل نظام بشار الأسد. هنا يبين لك باللي قاعدة عديد وقاعدة الظهران
وحاملات الطائرات في الإمارات وفي في البحرين، ولعبت دورها في وقف مد يد الخليجيين لسوريا. يعني باينه واضحه الحكايه. ولكن ليست القصه مرتبطه ربما اساسا بايران، ما بدا في صحيفه مثل الشرق الاوسط انه العلاقه الوثيقه بين الجزائر وايران، وانه فقط نظام بشار الاسد يعني هامشي، يعني من شظايا فقط إن صح التعبير القصة. ثم لماذا الرهان الجزائري منذ البداية على إعادة تأهيل وإشراك نظام بشار الأسد، مع أنه هناك بشكل واضح الجزائر تعرف والمتابع يعرف بأنه هذه قصة فيها الكثير من التجاذبات؟ هل الجزائر وقعت في فخ، لأن كان المفروض هي بنت وذنها، ما هيش بنت فكرتها انها تراهن على الاسد. لا ابدا، ما هيش هي اللي راهنت. التيار الروسي اللي حاب يستلم الامور هو اللي حاب يدخل من البوابه هذه عن طريق الجزائر. وخطا ارتكبته السلطه لما ربطت نجاح القمه العربيه بعوده سوريا، وكانت تشتغل عليها 6 أشهر وانتهت الى فشوش. يعني الفشل ماهوش الجزائر في القضية هذه، الفشل حقيقة موجه لروسيا، أنها الأمريكان عطوا لها 7 من وراء الستار. يعني والآن ولا الحديث ماهوش على نجاح القمة، ولا الحديث على عقد القمة نفسها. وهنا يبدو أنه حسمت قضية عقد القمة، ولكن ما زالت حكاية فشل القمة وارد، الى درجه ان ابو الغيط قالها صراحه، قال يجب ان تنجح القمه. يعني معناها في احتمالات قويه جدا انها تفشل، يعني وكل الظروف تدل على انها اذا انعقدت لن يكون لها اي قرار. يعني يقول مجرد اجتماع، لان ما يمكنش نتخيلوا قرارات تخص الموقف من ايران، وما يمكنش نتخيلوا قرارات تخص الموقف من اثيوبيا، وما يمكنش نتخيلوا قرارات تخص الموقف في اليمن، وما يمكنش نتخيلوا قرارات تخص الموقف في الصحراء الغربيه. يعني المشاكل العربيه هي الطاغيه، اما قضيه فلسطين فلم تعد وارده حتى في جدول الاعمال. يعني خلاص، يعني ما عادش الحديث عليها. درك ولات المشاكل البينيه بين الدول العربيه وبين الدول العربيه ومحيطها هي المشاكل الاساسيه بالنسبه للقمه، وهذه ايضا مرغمه ولا يمكن ان يخاض فيها. هل تعتقد باللي كاين هناك من يوافق على بيان يدين ايران في هذه الظروف؟ يستحيل، خصوصا اذا صدر من الجزائر. اذا صدر من الجزائر كارثه وطنيه، يعني بالنسبه للجزائر وبالنسبه للعرب. اذا لماذا كارثه بالنسبه للجزائر والعرب؟ الم تكن الجزائر تتهم ايران في التسعينات بانها تتامر على الامن القومي الجزائري وقطعت العلاقات، واتهمتها بتمويل الارهاب، وكانت هناك اتهامات للملحق الثقافي الايراني بمحاوله حملة تشييع ويجول في المراقد والمزارات في الجزائر قبل سحبه من قبل طهران بعد ضغط شعبي وانتقادات. لماذا تبدو هذه الصورة هكذا؟ لماذا كارثة؟ طبعا طبعا طبعا، لان موش اكثر من هذا. انا الناس اللي يدعيوا الى اتخاذ موقف من ايران مثل المغرب هو اللي كان شجع الايرانيين باش يفتحوا قنصليات في وجده ضد الجزائر في التسعينات. يعني مساله يعني مشبوهه، يعني حتى الان، حتى هذا القرار هذا مشبوه، خصوصا في الظرف هذا، لان ماهوش العرب برك اللي بعض العرب اللي ممكن ما يقبلوش اتخاذ مثل هذا القرار ضد حتى الامريكان نفسهم. الامريكان راهم في لمسات الاخيره بعد الاتفاق مع ايران، وما يمكنش يدفعوا بالعرب الى انهم يتخذوا مثل هذا. طيب، يعني اشرت استاذ سعد بعقبه الى
النظام السوري وتبون، وكان هناك هذا التصريح نتابعه، وتبون يلمح إلى عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية. إن شاء الله تكون انطلاقة جديدة للعالم العربي اللي راه ممزق. أتمنى يكون اجتماع شامل. الجزائر ما تكرسش التفرقة تاع العرب، هذا هو الهدف الرئيسي تاع الاجتماع الجامعي. احنا 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 دولة دائما نجمع الفرقاء في افريقيا، في العالم العربي، في حتى في اوروبا. دخلنا في امور، دخلنا في البلقان، دخلنا في هذه. صحيح. شفنا مؤخرا انفراج في العلاقات السياده الرئيس، يعني حتى مع العلاقات بعض الاشقاء العرب بدات تعود للمياه. احنا عطينهم القدر اللي يستحقوه. احنا علاقاتنا اولا متوسطية، مغاربية، عربية، الدول المسلمة الإسلامية كل عندنا علاقة طيبة معها. احنا ما إلا اللي حب يعادينا، احنا ما نعاديو حتى. سيد محمد الداوي، ما رأيك في هذه القمة العربية؟ وهل عدم مشاركة النظام السوري ربما يعطي مبررات للجزائر للذين ربما لعبوا بهذه النقطة، أنه كان هناك رهان من البداية خاطئ على محاولة فرض وإعادة تأهيل النظام السوري، مع معرفة الكثيرين يعني المراقبين العاديين أن في ذلك إشكال كبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي جمال، تحية لك وللأستاذ سعد ولكل متابعينا. بالنسبة لنا يعني في الجزائر، لما أعلن يعني شهر فبراير أو مارس على ما أذكر من هذه السنة أنه الجزائر ستحتضن قمة الدول العربية في شهر نوفمبر ورمزية يعني الفاتح من نوفمبر، يعني لم نستغرب ذلك كمتتبعين للشأن السياسي، لم نستغرب، لأنه الجزائر رغم آلامها ورغم جراحها في سنوات التسعينات لم تتخلى يعني عن بعدها العربي ولم تتلاشى يعني جراح الدول العربيه. ف يعني المتابع يعلم انه الصف العربي الان يعيش اضعف فتراته. ف تستطيع ان تقول انه ركائز العمل العربي هي الجزائر والسعوديه ومصر، وبالتالي اذا كان هذه مشات في اتجاه واحد، فأعتقد أنه نجاح القمة سيكون بإذن الله مضمون بنسبة كبيرة. الرئيس تبون لما صرح قال أنه الجزائر لا تكرس تفرقة العرب، بل تعمل على أنها تلم شمل العرب، وتكلم بصورة واضحة على أنه لا ينبغي أن يبقى كرسي سوريا شاغر، والجميع يعرف أنه سوريا تعيش مؤامرات كبيرة على وحدتها وعلى قوميتها. وبالتالي أعتقد أن الدبلوماسية الجزائرية اقتنعت مؤخرا أن سوريا يعني غير ممكن عودتها في هذه الفترة، وأعتقد أن السوريين هم أنفسهم يعني عن طريق وزير الخارجية رمضان العمامرة وعن طريق وزير الخارجية تاع الدبلوماسية السورية هو اللي صرح أنه لا يمكن التحاق سوريا في هذا الظرف. وعرفوا باللي لو الإصرار على شغل كرسي سوريا ربما يأتي بالضرر في هذه الفترة للصف العربي أكثر ما هو مضرر. وبالتالي فأنا أقول أنه لا ينبغي أننا نحكم على فشل القمة العربية في هذا الظرف، وهي لم تبدأ، بالعكس أنه بوادر النجاح هي القائمة الآن. فرمزية الجزائر لما سلمت أول دعوة لدولة فلسطين من طرف الجزائر، حتى يعني التشنج الواقع بيننا وبين المغرب، هذا يعني من الأخلاق السياسية والدبلوماسية أنه المغرب استلم الدعوة اللي تخصه. أيضا مصر، وشاهدنا يعني عبر وسائل الإعلام كيف استقبل الرئيس لمصر، استقبل أستاذ رمضان العمامرة. فنعني يعني نحن نراهن يعني على نجاحها ونتفائل كثيرا بنجاحها، خاصة أنه أتكلم عليها الآن أو اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية في الدورة 158 لوزراء الخارجية العرب، وتكلم وعطى حتى آماله وتفائلوا بنجاح هذه القمة. فالجزائر الآن جاهزة لعقد
هذه القمة دون أن ننسى يعني أو دون أن نركز يعني على النجاح على التحضير، بل نتكلم على أن الذين استلموا الدعوات نحن متأكدون إن شاء الله أن معظم الدول العربية ستكون حاضرة إما بالرؤساء أو الملوك أو ربما بأقل درجة برؤساء الحكومات ربما في الدول التي يتعذر عليها. طيب ماذا عن المغرب؟ أشرت إلى المغرب وصحيفة الشروق تقول بأنه الجزائر مهما كانت العلاقات مع المغرب سترسل مبعوثا خاصة إلى المغرب لدعوة المغرب رسميا للمشاركة في القمة العربية. أنا في اعتقادي أنه هذه ما تفوتش الجزائر، والجزائر الآن يعني فيه تسريبات أنه المغرب سيستلم الدعوة نتاعه إن لم يكن استلمها اليوم، وأعتقد أيضا فني أشقائنا يعني الشعب المغربي بالخصوص أنه ما تفوتش هذه الـ هذه الـ هذه الـ الفرصة وما يحضروش يحضروا ربما حتى إن تعذر حضور الملك، فمن المؤكد أنه ستكون المغرب يعني ممثلة، وفيه يعني مساعي حثيثة من طرف بعض الجهات الأخرى الشقيقة للجزائر وغيرها أنه على الأقل إذابة الجليد بين المغرب والجزائر. فأنا أقول أنه للأسف أننا كثير من الأقلام اللي شفناها خلال الأسبوع الماضي اللي كانت تحاول تعكر وتشوش على القمة في الجزائر، ولاحظنا أنه تلك الأقلام التي كانت تشير إلى أن الجزائر تساند إيران وهي عدو للعرب وقضية إثيوبيا وغيرهم، فهؤلاء أعتقد أنهم لا يفهمون في الدبلوماسية. طيب ولكن هؤلاء ليست أقلام عادية، الكلام هذا الكلام قيل في صحيفة الشرق الأوسط المملوكة للعائلة المالكة في السعودية، يعني لا يمكن أن يمر هكذا. الشرق الأوسط معروفة بأنها تعبر عن الموقف الرسمي، أكثر الصحف تعبير عن الموقف الرسمي السعودي، يعني تسريبات مثلا من مصر من مسؤولين مصريين عن غضب مصري من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لصحف بما فيها مثلا صحيفة العربي الجديد القطرية، يعني هذا ليس اجتهادا، هذه سياسات يعني فيما يبدو. أستاذي الفاضل نحن أيضا وصلتنا تسريبات أن الجزائر تلعب دور وساطة بين إثيوبيا والمغرب، هل غاب على هؤلاء يعني زيارة رئيس زيارة يعني وزير أو وزير أول أو حكومة رئيس حكومة إثيوبيا إلى الجزائر يعتبروه تقارب إثيوبي جزائري على حساب مصر؟ فالجزائر لن تنسى مواقف مصر من وقت جمال عبد الناصر وقبل جمال عبد الناصر، ولن تنسى مواقفها مع الثورة الجزائرية ومع بداية الاستقلال، فلا يمكن أن مثل هذه الأقلام أنها تعكر الجو بين الجزائر ومصر. طيب بالمناسبة نتابع على كنت تشير إلى الرئيس الفلسطيني الذي تلقى دعوة من تبون، نتابع العمام راي يسلمه الدعوة في القاهرة. كان لي شرف وسعدت بلقاء فخامة الرئيس محمود عباس، وكانت مهمتي الأولى فور وصولي للقاهرة هو مقابلة فخامة الرئيس وتسليمه رسالة الرئيس عبد المجيد تبون، وهي الرسالة التي تتضمن الدعوة لحضور القمة العربية التي ستنعقد إن شاء الله بالجزائر يوم الفتح والثاني من نوفمبر المقبل إن شاء الله. فتسلم فخامة الرئيس هذه الرسالة وأبدى إرادته القوية في المشاركة شخصيا وفي مساهمة دولة فلسطين في إنجاح هذه القمة. وكما تعلمون بالنسبة للجزائر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب، وستكون في قلب انشغالات رؤسائنا وقادتنا أثناء القمة، وستتوج بالنجاح، لأن الرغبة من رغبة الجزائر هي جمع الشمل ودعم هذا التضامن مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة. فاحنا سعدنا بلقائنا مع فخامة الرئيس، ونصائحه دائما ثمينة، وستبلغ آراءه وأفكاره واستعداده في المساهمة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون فورا. سيد سعد بوعقبة، ما رأيك؟ القضية الفلسطينية قضية مركزية، أنت كنت تقول كلاما آخر في مقابل طبعا التطبيع، يعني التطبيع العربي كل الدول تقريبا كثير من الدول العربية يعني تنحو نحو التطبيع، في مقابل طبعا موقف جزائري غاضب من التطبيع المغرب، بينما مثلا دول الإمارات مطبعة، البحرين، مصر بالعكس لها سفارة، الأردن كذلك، عمان، البحرين.
هو برك حتى السعودية أصبحت تسمح بالطيران السعودي، الطيران الإسرائيلي في السعودية. خليني نتكلم على كيف مدي كلمة. خليني تفضل فقط أذكر أستاذ سعد بعقف، تفضل. ربما القمة هذه هي القمة الوحيدة اللي ما راحش تكون فيها جدول أعمال، في جدول الأعمال قضية فلسطين. خطر لماذا لا تكون قضية فلسطين؟ لأن إذا طرحت هذه المرة فستطرح عملية تحويل التطبيع الفرادي اللي تزوجت، اسمح لي على التعبير، ولكن هذا هو، تزوجت بإسرائيل بالحكام العرب انفراديا كل دولة وحدها، الآن تعقد عليه جماعيا بقمة. ممكن أنه يحولوا العقود الفردية اللي داروها مع إسرائيل إلى عقد جماعي عن طريق الجامعة العربية، تتخذ قرار أنها تحول التطبيعات الفردية اللي تمت مع دول الخليج وغيرها تتحول إلى تطبيعة عامة تتبناها الجامعة العربية. إذا كان هذا هو جدول أعمال القمة فيما يخص فلسطين، فبئس الجامعة وبئس هؤلاء الذين يحضرون إلى الجزائر في نوفمبر ويتخذون مثل هذا القرار. هذا في قضية فلسطين. في قضايا أخرى، في قضايا قضايا إيران، ولا قضايا الصحراء الغربية، ولا قضايا اليمن، لا أتصور أن هناك ما يمكن أن يطرح في القمة العربية يفيد مثل هذه الأمور. العلاقات العربية الإيرانية لا يمكن في المنظور القريب أنها تروح المواجهة، لأن العالم يتجه إلى تفكيك الأمور، ما يمكنش تزيد تتأزم بالنزاع بالبلد. وإذا تم قرار من هذا النوع على أرض الجزائر يعتبر مصيبة بالنسبة للجزائر. إحنا وش دخلنا إحنا نروح نعاديو تركيا ولا نعاديو إيران على خاطر السعودية ما تفهمش معها، ولا قطر ما تفهمش معها، ولا الإمارات ما تفهمش معها؟ يعني فعلا، ولكن لم يقل تبون انه ان امن الخليج من امن الجزائر، وانه من يمس الخليج يمس الجزائر. ايران بالنسبه للسعوديه انها تدعم الحوثيين الذين يستهدفونها بالطائرات المسيره. الحوثيون استهدفوا حتى ابو ظبي مثلا، ضربوا ابو ظبي. ربما العرب من هذه الزاويه قد يطرحون الموضوع. شكون يهدد الامن تاع الاخر في الخليج؟ الايرانيين ولا العرب اللي جاب الامريكان والانجليز والاساطيل الموجوده في المياه الدافئه؟ شكون اللي يهدد الامن تاع الاخر؟ اذا كان امن العرب من امن الخليج من امن الجزائر، ايضا امن جيرانهم ايضا لازم يكون من امن الجزائر. هذا هو اللي لازم يتطرح. انا تتذكر انه في السبعينات لما انسحبت بريطانيا، شاه إيران قال الإمارات والبحرين وقطر تاعي، قال خليج فارسي وليس خليج عربي. وفي الوقت هذاك المرحوم بومدين جمعنا وقال لنا لازم ناصروا عدم سيطرة الشاه على الخليج. لكن شكون اللي رجع الاساطيل للخليج؟ يعني ما رجعتهاش الثوره الايرانيه. ولكن لا تسيطر ايران كذلك في المقابل، لا تسيطر ايمان ايران. ولكن لا تسيطر ايران على اربع دول عربيه، اربع عواصم عربيه، لا تسيطر على بغداد، على صنعاء، على دمشق وعلى بيروت كذلك. يعني وإيران التي تهجر السوريين من منطلق طائفي في سوريا وتهجير ديموغرافي طائفي معروف، يعني كذلك. شكون سلم بغداد للفرس كما يقولوا؟ ما همش هادو طيور البطريق تاع الخليج. ما همش هما اللي شجعوا إيران، شجعوا صدام حسين، عطاوا له المال والسلاح وقالوا له انت حارس البوابه الشرقيه
روسيا وشن حرب ظالمة ضد الثورة الإيرانية وهي في مهدها، ويعني وداروا مشاكل مع إيران، ما همش الخليجيين هم اللي طيب. داروا لكن لم تكن كذلك. ربما الرواية الخليجية التي غائبة في كلامك، الرواية الخليجية أن إيران كانت بشكل علني تقول أنها ستصدر الثورة الإيرانية إلى السعودية، وكان هناك حتى تريد السيطرة حتى على مكة الرواية السعودية، فكان الرد على تلك ذلك التصدير الإيراني، هذه الرواية الأخرى يعني في المقابل، في مقابل ما تطرحه. ربما طبعا موضوع فيه الكثير من التشابكات. لنعود إلى موضوعنا ونسمع الأمين العام للجامعة العربية أبو الغيط، واليوم في اجتماع الوزاري العربي لوزارة الخارجية عن القمة العربية في الجزائر. أخيرا أقول أن العالم العربي على ما يعانيه من أزمات، وبرغم ما يواجهه من تحديات، لا زال قادرا على الاستجابة للتحديات ككتلة إقليمية صلبة ومتراصة. أننا نتطلع بكل ثقة للقمة القادمة في الجزائر في أول نوفمبر القادم بإذن الله، وندعو الله أن تكون محطة مهمة في تاريخ العمل العربي المشترك، وأن تكون سببا للالتئام والوحدة، وتعبيرا أصيلا عن الرأي العام في بلادنا الذي يرغب في رؤية زعمائه واجتمع شملهم وتوحدت كلمتهم. ولأجل هذا الهدف السامي يتحتم علينا معالجة أي خلاف واحتواء أي مشكلة، واضعين نصب أعيننا على الدوام المصلحة العربية العليا، حريصين كل الحرص على متانة الرابطة التي تجمعنا جميعا، والله ولي التوفيق. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كان هذا أبو الغيط متحدثا عن القمة العربية في الجزائر. دكتور عبد العالي الرزاقي الكاتب والأكاديمي ينضم إلينا الآن في النقاش. دكتور عبد العالي الرزاقي، ما رأيك الجدل حول هذه القمة العربية؟ وكنت تسمع رمطان بالأحرى أبو الغيط، رمطان العمامرة طبعا كان حاضرا في القاهرة كذلك، ويتحدث عن رأي العام العربي، يريد أن يجتمع قادته بين قوسين في هذه القمة العربية، وجدل كبير في المقابل مثلا في الجزائر عن لم شمل العرب، بينما يتساءل الجزائريون ماذا عن لم شمل الجزائريين. هو أسئلة كثيرة تطرح حول القمة، سواء على المستوى الدولي أو المستوى الإقليمي أو المستوى المحلي. ولهذا الأسئلة، السؤال الأول في القمة هذه، العرب منقسمون ما بين أمريكا وما بين روسيا والصين، هذه نقطة مهمة جدا، والصراع قوي. هناك من يقف ضد عقد قمة، هناك من يحاول أن يدعمها، وروسيا وأمريكا تتحركان، أتباعها أو عملائها بالتعبير المزدوجين يعملون. نقطة ثانية على المستوى الإقليمي، الدول العربية التي ستشارك في القمة، نستطيع أن نقول لك باللي راه على الأقل 20% من هذه الدول لها علاقات مع إسرائيل معلنة، طائرة تمشي الأشياء، إذن هناك إسرائيل ستكون حاضرة بنسبة كبيرة في هذه القمة من خلال ممثليها أو عملائها. النقطة الثالثة وهي متعلقة بما يسمى بلم الشمل، لا يعقل أن الجزائر وضح مواطنيها يعيشون أوضاع لا أراك الله، ثم نأتي نطرح فكرة لم شمل العرب. نحن لم نستطع أن لم شمل الجزائريين. أعطيك مثال حتى تعرف المستمع أو المشاهد ينتبه إلى هذه النقطة. لأول مرة في السنة الأولى ثانوي يديروا استفتاء، سيوزع الطلبة السنة والتلاميذ السنة الأولى، هذا الاستفتاء يقول ويطرح سؤال تالي: هل أنت من عائلة غنية أو متوسطة أو فقيرة؟ يعقل أن يطرح أسئلة مثل هذا في للثانوي للطلب؟ من ما الهدف منه؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، لأول مرة يصدر كتاب يكتبه المحسوبون على الحراك،
لا داعي للحديث اسمهم، ولكن حول تبون. لكن ما لفت نظري هو ارتفاع 2000 دينار السعر نتاعو، ونزل عنده يومين، ولفت نظري صور بالالوان والشكل الأبهة بشكل كأنه أعد للقمة. هذه النقطة. النقطة الأخرى وهي متعلقة ب أسميه فشل. القمة راهنت على إعادة لحمة بين السوريين وبقية الدول العربية. اعترضت الدولة، اضطرت سوريا أن تعتذر عن عدم المشاركة. هذا فشل. يفترض أن هذه الدولة هذه تنطبق قانون مع حركة التحرر ومع الشباب السوري الذي يقف ضد النظام، ولكن لست مع إسقاط النظام. هذه فكرة أساسية بالنسبة لي. ولهذا لا يعقل أن هذه الدولة تطرح وعلى أساس تعترض دولة صغيرة لا تمثل 1% من الدول العربية تعترض، فجأة يتم الانسحاب. نقطة أخرى وهي أهم، عندما نتحدث عن المستوى المغرب العربي هناك مشكلة، كيف نحلها؟ هذه المشكلة يجب أن تحل في القمة، ولكن على حساب من؟ ربما تكون على حساب الشعب الصحراوي. وأكرر، الشعب الصحراوي الذي فقد من الدعم أكثر من 60% في إفريقيا، من دول إفريقيا، وبالتالي نحن نواجه كثير من القضايا. ولكن في هذا الشأن هناك صحيفة الشروق تقول بأنه هناك مبعوث للجزائر سيقدم دعوة رسمية إلى المغرب رغم قطع العلاقات. ولكن حتى قضية الصحراء الغربية يعني تاريخيا لم تكن على جدول وموضوعا مطروحا في القمم العربية، ليس كذلك موقف غالبية الدول العربية بشكل واضح دعم للمغرب، بالعكس أنه ربما المعطى المتغير هو الموقف، موقف قيس سعيد في تونس الذي استقبل زعيم البوليزاري. نعتقد المشكلة مش في الاستقبال ولا الشكلية، المشكلة أن هذا تاريخ، هذا الشعب هذا عنده تاريخ، عنده أكثر من 47 دولة معترفة به، وفجأة يتحول مجموعة تتحول مجموعة من الدول إلى التقرب من المغرب، إلى جانب أنها وزير الدفاع الصهيوني ومجموعة التي زارت كذا. طبعا هذا يهدد أمن الجزائر، نحن نتحدث عن الدولة وليس عن السلطة، فإذا هناك تهديد لأمن الجزائر وجود علاقة ما بين إسرائيل والأشقاء في المغرب، وبالتالي هناك مشكلة. لكن ما الفرق بين علاقة بين إسرائيل والإمارات مثلا أو الأردن؟ الأردن بالمناسبة رئيس الوزراء الأردني زار المغرب، والمغرب يعلن عن فتح في قنصلية فيما تقول الجزائر والبوليزار وأنها أراضي صحراوية محتلة من قبل المغرب. شوف المشكلة مش هنا، أنا أعطيك مثال، بعض الدول بدون ذكر اسمهم ما عنديش حق نقول ذكرهم، بعض الدول عندهم طلبة يدرسون من البوليزاريو ومضمنين، ولكن لا يعلنون مساندة للقضية. يعني مسألة ثانية، نحن أمام مشكلة جوهرية وهي كيف تعقد القمة. أولا انتبه النقطة هذه لأنه بالنسبة لي مهمة، أعتقد اختيار أول نوفمبر هو إساءة لأول نوفمبر. لا يمكن أن تعقد قمة 20% فيها تابعين لدول أخرى وتحت شعار ثورة حررت الأفارقة، لا يمكن، هذا لا يحدث إلا في الدول التي تريد. ولكن القضية الفلسطينية ألا تبدو مفارقة كذلك؟ أنه محمود عباس الذي كان في الجزائر طار من الجزائر ثم استقبل رئيس وزير الدفاع الكيان الصهيوني كما كنت تقول، يعني استقبله في مقره، في مقره كان في الجزائر واستقبله تبون حينها.
لا هو 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 اتفاقيات بين فلسطينيين وبين السلطة الفلسطينية، هذه قضايا أعتقد أنه تدخل في الصراع ومن طبيعي هذه الأشياء بيناتهم. أنا أتحدث عن الدول التي بعيدة عن فلسطين والتي تمثل القدس ببعديها الديني والشرفي بين مزدوجين وهو الملكين المغربي والأردني. إذن هؤلاء الذين يتحدثون باسم القدس بأي صفة ندعوهم؟ طبعا القمة لا تستثني أحدا باستثناء الذي اعترضت عليه إحدى الدول المشاركة. إذن هؤلاء كلهم راهم يخدموا لإسرائيل. أنت تشير هذه الدولة باش نسمي الأشياء مسمياتها في المغاربية، أنت تقصد قطر هي التي اعترضت على مشاركة نظام بشار الأسد، أم أنه هناك حسابات خليجية سعودية مرتبطة بنظام بشار الأسد والذي تدعمه إيران التي لها علاقة وثيقة مع الجزائر التي كانت قطعت العلاقات مع إيران واتهمتها بدعم الإرهاب في التسعينات ثم دخلت معها في خندق واحد في دعم نظام بشار الأسد الذي تدعمه إيران والتي تقوم كذلك بتهجير السوريين من منطلق طائفي كذلك؟ 9 ملايين سني سوري تم تهجيرهم. خليني نعطيك معلومة ربما بالرغم أنها متداولة ولكن غير منشورة. أول دولة عربية تقيم علاقات اتصال مع إسرائيل هي قطر، وأنا رحت وشفت مش قالوا لي. إذن مسألة الاتصال هذه الاتصالات موجودة مع كل دول الخليج ومع أغلب دول الأخرى العربية، وبالتالي من الصعب أن نتحدث عن قضية اسمها فلسطينية وندافع عليها. ولكن لماذا كان رهان جزائري رهان تبون على مشاركة نظام وإعادة تأهيل نظام بشار الأسد وهو يعرف بأن القصة فيها ما فيها؟ لا لماذا؟ لأنه نحن البلد الوحيد اللي لم تقف ضد سوريا، هذه نقطة. بمعنى آخر بالتعبير تاريخيا نحن البلد الوحيد الذي رفض تقسيم اليمن عندما تكونت أنشئت دولتان، رفضت الجزائر إنشاء سفارتين. إذن نحن نؤمن بالوحدة ولم الشمل، لكن نحن في وضع قلق يجب. ولكن لماذا لم الشمل لماذا القلق على نظام مثل نظام بشار الأسد وليس لم شمل الجزائريين؟ 300 معتقل معتقلي الرأي في السجون الجزائرية وتفريق شمل السجناء الجزائريين، امرأة في عمرها 65 سنة فتيحة داودي في سجن في زنزانة منفردة لشهرين أو 3 أشهر لوحدها، تضطر لتشرب الماء من الحنفيات من الحنفية دورة المياه من المرحاض. إذن أعود إلى نقطة الأولى وهي لماذا اختيار أول نوفمبر؟ أعتقد لمحو آثاره، لأنه التاريخ ملغم فنحن الآثار، لأن الثورة قيمتها في أول نوفمبر، وأول نوفمبر هذا رافضينه العرب ولكن يراد تشويهه. النقطة الثانية وهي متعلقة بانتزاع شرعية السيد الرئاسة، تريد شرعية شرعية من العرب إعطائها وحضورهم وكذا، وأموال خيالية راحت في أشياء أخرى لا داعي للحديث عنها. طيب نسمع الآن أو نتابع الآن، يبقى معنا دكتور عبد العالي الرزاقي، نتابع العمامرة ويسلم السيسي في القاهرة دعوة من تبون للمشاركة في القمة العربية. السيد عبد المجيد تبون استقبل من قبل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي، وخلال هذه المقابلة سلم العمامر الرئيس المصري رسالة الدعوة الموجهة إليه من قبل أخيه الرئيس عبد المجيد تبون للمشاركة في أشغال القمة 31 المقرر عقدها بالجزائر يومي الفاتح والثاني من شهر نوفمبر القادم، وأبلغه بهذه المناسبة تحياته الخالصة وتطلعه لمواصلة العمل معه لتعزيز التعاون الثنائي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين. من جانبه ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جهود رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومساعيه لتوفير عوامل نجاح القمة العربية المقبلة بالجزائر،
أكد حرصه للمشاركة والمساهمة أيضا شخصيا في دعم هذه الجهود لضمان تكليل هذا الاستحقاق العربي الهام بنتائج تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية. كما جرى خلال هذه المقابلة استعراض العلاقات التاريخية بين الجزائر ومصر وتطرق إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى العالم العربي وعلى الصعيدين أيضا الإفريقي والدولي، خاصة في ظل مستجدات الأوضاع في المنطقة. سيد محمد الدوي، يعود إليك، يعني باستقبال السيسي للعمامرة وعن الحديث عن صفحة أخرى، في مقابل كان هناك كلام من مسؤولين مصريين أنه مصر غاضبة من استقبال الجزائر لرئيس الحكومة الإثيوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني أنا أشرت يعني في تدخلي الأول إلى أنه استقبال الوزير رمضان العمامرة من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا يعني مؤشر إيجابي، وشفنا هذا الكلام اللي سمعناه يعني من الصحافة تعليق يعني الوسائل الرسمية الإعلامية في دولة مصر، فيعني نحن متأكدون أن هذه كلها مؤشرات إيجابية على أن القمة ستكون قمة إن شاء الله مميزة، والتمييز تاع القمة هذه راح يكون أساسا يعني في جدول الأعمال الذي يتفق عليه، لأنه لحد الآن ما نعرفوش ما هو جدول الأعمال. دعني أقول أنه التحدي الآن الذي يواجهه العرب مثل ما أشار الأستاذ عقبة أو الأستاذ عبد العالي لا أذكر، أنه الصف العربي الآن تتجاذبه إما روسيا إما أمريكا، لما نقول روسيا معناها روسيا والصين أو أمريكا، وبالتالي العرب الآن منقسمون. الجزائر الآن ترفع التحدي والعرب يرفعون التحدي على أنه لابد أن يكون موقف عربي مشترك من الحرب في أوكرانيا مع روسيا وتداعياتها. الآن عندنا مشاكل داخل الصف العربي، عندنا مشاكل في ليبيا، عندنا مشاكل في اليمن، عندنا مشاكل في لبنان، عندنا مشاكل في سوريا، عندنا مشاكل بعض الدول العربية عندها مشاكل مع إيران. أيضا أنا أظن ما يتداول في قضية زيارات متكررة ربما حضور الرئيس إثيوبيا إلى الجزائر وحضور الوزير الأول بعد ذلك في الأسبوع الماضي، أنا لا أعتقد أنه يزعج مصر. فالعلاقات على هذا المستوى بين الجزائر ومصر لن تشوبها شائبة ولن يستطيع أن يعكرها مثل ما يعني تتكلم عليه بعض الأقلام. يعني أقول أخي فقط أنه ولكن لو تذكر زيارة تبون، ربما سنبث الفيديو لاحقا، زيارة تبون لمصر تزامنها وكان السيسي يستقبله، بالعكس وزير سفير مصر في المغرب يطلع بتصريح حينها بالتزامن ويقول بأنه مصر تدعم الطرح المغربي في الصحراء الغربية مثلا. أستاذي الفاضل، هذا الطرح سمعناه ولكن لم يتأكد أن مصر تدعم هذا الكلام، لأنه سمعنا النقيض. لكن أقول دعني أقول أن الرئيس تبون زار عديد الدول العربية، الآن هو على الأقل في 7 أو 8 دول عربية، من قطر، من سوريا، من تونس، من كثير من الدول السعودية، كثير من الدول العربية اللي زارها وكانت زيارات. تبون متى زار سوريا تبون؟ لا أذكر صراحة. لم أقول سوريا، السعودية. قلت السعودية. قلت السعودية. لم أقل سوريا. أيضا دعني أقول وأعود إلى ما تفضل به الأستاذ عبد العالي، أنه قضية الإساءة إلى نوفمبر، نوفمبر لا يمكن أن يسيء إليه ولا يمكن أن يشويها هؤلاء حتى وإن حاولوا. فنوفمبر مثل ما قال يعني شاعرنا مفتي زكريا، نوفمبر غير مجرى الحياة. نوفمبر إن شاء الله يكون مؤشر للم شمل العرب. نوفمبر لا يستطيع أن يسيء له. ولكن في المقابل كان هناك مشهد اليوم نتابعه معنا، سيد محمد الداوي، الوفد المصري ينسحب اليوم في اجتماع وزراء خارجية العرب لما أخذت الكلمة ورئاسة ليبيا برئاسة الحكومة التي تدعمها الجزائر بالمناسبة، وتسلم وزير خارجية حكومة الوحدة رئاسة الجلسة، وزير خارجية مصر ينسحب في القاهرة. أدعو معالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الشقيقة السيدة نجلاء المنقوش لترأس مجلس الجامعة في دورته 158، متمنيا لها كل التوفيق والنجاح وأن يحقق هذا الاجتماع أهدافه المرجوة، والسلام عليكم.
كانت فرصة سعيدة. سعد لازم تدعوها. لازم تدعو. كانت فرصة سعيدة. سعد لازم تدعوها. لازم تدعو. سيد محمد الداوي، هذه هي الصورة. انسحاب الوفد المصري لما استلمت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش رئاسة مجلس الجامعة. طبعا هذه عضوة في حكومة واستقبلت من قبل تبون وتدعم الجزائر هذه الحكومة في مقابل موقف مصري آخر داعم، وهناك حتى من ربط التوتر بين الجزائر بالملف الليبي وأيضا تونس كذلك، وما تردد من تدخل مصري في تونس، وهناك حتى من يتحدث في تونس جدل كبير حتى عن تغلغل إيراني كذلك في مصر في تونس الآن. نعم، هو مشكلتنا استاذ جمال، مشكلتنا في الطرف العربي هي قضيه التزعم. فاحنا يعني لاحظنا حتى ان الجزائر السابق يعني منذ حوالي 10 سنوات لما تكلمت عن تدوير رئاسه جامعه الدول العربيه، فالاخوان في مصر يعني ما عجبهمش الحال. ايضا الان يعني وجهه النظر في ليبيا بين الجزائر ومصر غير متطابقه، فالجزائر ترى انه يعني صراحه قالها الرئيس تبون انهم ماهوش مع ماهوش نفس الراي بين مصر وبين الجزائر، والجزائر لاول مره تقول نحن مع الطرف الثاني هذا طرف الدبيبه. وبالتالي الان اتضح جليا انه الموقف الجزائري والمصري غير متطابقان فيما يجري في ليبيا. وانا هنا اتذكر حتى ان الكلام الذي تفضل به الرئيس المصري يعني في سابق وتكلم حتى انه يستطيع ان يجتاح الجزائر وغيره، يعني مهما اخفت الدبلوماسيه تلك الخلافات فانها ستطفو الى السطح. وبالتالي حتى وان يعني الان يعني نجلاء المنقوش هي التي ترأست يعني حق ليبيا في ترأس الجلسه، احتج الاخوه في مصر وهذا من حقهم، ولكن اعتقد ان هذه الخلافات يعني ستذوب ولن تؤثر على طيب. يعني جامعه الدول العربيه ولن تؤثر على جدول اعمالها. ابقى معنا سيد محمد الداوي لو سمحت. تفضل. نعم ابقى معنا، سنعود يعني اليك، سنعود للنقاش، فاصل قصير ثم نعود نعم. لمتابعه النقاش. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة، نتوقف فيها عند الجدل الدائر حول القمة العربية في الجزائر التي قال تبون إنها للم شمل العرب، وتساؤلات وتعليقات في المقابل ماذا عن لم شمل الجزائريين. نسمع تبون بالمناسبة في تصريح سابق وحديثه عن هذه القمة العربية. محادثتنا التي شملت مجمل القضايا المطروحة في المنطقة سواء كانت المنطقة العربية أو المنطقة الإفريقية والتحديات التي تواجهنا إقليميا ودوليا خلصت إلى توافق تام في الرؤى ووجهات النظر، وإلى ضرورة مواصلة التشاور وتوسيعه تمهيدا للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، والتي أسعى مع أخي عبد الفتاح السيسي والإخوة القادة العرب إلى إحاطتها بالأسباب التي توفر أرضية مشتركة للوصول إلى التوافق الذي نأمل إليه، والانطلاق في عمل عربي مشترك بروح جديدة.
إذا كان هذا تبون هذا هو التسجيل الذي كنا نتحدث عنه. أستاذ سعد بوعقبة تبون في القاهرة لدى استقباله من قبل السيسي يتحدث عن توافق، قال هناك توافق أم أنه كنا نتابع مشهد انسحاب الوفد المصري من حكومة، من رئاسة وزيرة خارجية حكومة تدعمها الجزائر في ليبيا. بالعكس كان هناك جدل حول استقبال رئيس الحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي من قبل الجزائر. ولافت أنه عندما كان تبون يتحدث في القاهرة حينها قبل أشهر كان وزير خارجي وسفير مصر في الرباط بالعكس في حوار بدا مقصود بين قوسين أنه يقول أنه القاهرة تدعم الطرح المغربي وفي الصحراء الغربية. من نكد الدنيا على المرء أن يرى صديقا ما من عداوته بد. يعني عكس ما البيت يعني بتاع المتنبي في هذا الأمر ضروري. من المفارقات العجيبة أن الدولة كما مصر تحتضن الجامعة العربية وتجي المنقوش تدخل القاعة يخرج وزير الخارجية تاعها. يعني فعلا من الحاجات المضحكة في هذه البلاد هذه اللي في هذا الوطن العربي اللي فقد كل قيمه. يعني ما نجموش يلقاو حل مع الليبيين المصريين وجلالة قدرهم، ما يلقاوش حل مع الليبيين وتقعد ليبيا في هذه المحنة تاعها، ويضطر وزير الخارجية المصري غادر القاعة لأن ممثلة ليبيا اللي ما ترضاش عليها مصر ترأس الجلسة. شيء مؤسف يعني حقيقة لما نشوفه مثل هذه المهازل. المهازل الموجودة في مصر موجودة أكثر منها في الجزائر. تتذكرون أن لما تقولوا باللي قطر هي اللي دارت فيديو على المسعى الجزائري، هو كان مسعى جزائري ومصري ايضا لعوده سوريا، وقطر دير عليهم فيتو. يعني فعلا من نكد الامور ان دوله كما قطر تحقر دولتين كما في مستوى مصر والجزائر. الحقيقه ما حقرتش الدولتين، حقر السلطتين التعيستين اللتين تحكمان هذان البلدان. هذه تتذكروا أي ولكن هذين السلطتين كذلك تراهنان على نظام كذلك هجر شعبه كذلك. هناك النظام ولكن هناك أيضا تشير كنت يعني تطرح الطرح الإيراني، الطرح كذلك أنه سوريا هناك شعب هجر في سوريا تعرض عرب سنة تعرضوا إلى تطهير طائفي كذلك إيراني وتغيير ديموغرافي بمنطلق طائفي كذلك. يعني حتى في البعد العلاقة بين الجزائر ومصر هناك حديث الآن عن تغلغل إيراني يربط قيس سعيد بهذا النفوذ الإيراني في تونس كذلك إلى جانب تغلغل مصري. البعض يقول أنه أزعج الجزائر مع أنهم في أجندة واحدة في دعم قيس سعيد مثلا. شوف فهمت من خلفيات كلامك باللي راك تحاول تتهمني باللي راني ربما ندافع على لا قلت انك تبرز الطرح الايراني فقط. اسمح لي نوضح لك حكايه. انا فضل. ضد هذا النظام تاع بشار الاسد مثل انني ضد كل الانظمه العربيه اللي تشبهه واللي تماثله، وموش فقط بشار الاسد. انا كنت ضد باباه الشكابيه للشافعي بن جديد لما كان رئيس، بعث له رسالة مع عبد القادر حجار اللي كان سفير تم، وبسبب أنا رفض استقباله لمدة عام كامل وهو ما حبش يسمح له يحط أوراق اعتماده. قالوا لي أنا لأنكم أنتم تحرشوا عليا بالصحفيين تاعكم، ومن هذا أبو عقبة اللي يهاجم سوريا، لأنني قلت له أطلق الأتاسي لأنه ولا مسجون عنده 22 سنة بعد ما طلقوا مانديلا، قعد ولا هو أكبر مسجون في العالم. كتبت هذا الكلام هذا على 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 حافظ الأسد وليس بصار الأسد. أنا أرفض أن 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 أنكم تخلطوا الأمور. أنا ضد كل استبداد مهما كان، ضد ضرب الشعوب. هذا بصار الأسد مجرم، ضرب شعبه بالبراميل وشرد شعبه. ما يمكنش يبغى يبقى في حكم واحد يدمر بلاده ويقعد معه. نفس المنطق اللي راه يجرى في الجزائر. ونزيد نقول لك
انا نلاحظ باللي قطر في القمه اللي انعقدت في اسمه سلال باع سوريا للقطريين. لكن تتذكر في بيان في البيان الختامي قالوا القطريين قالوا للسلال وافقنا على البيان اللي فيه ابعاد سوريا وحاجات من هذا النوع حاجات ضد سوريا وافقنا عليه واحنا نغلقوا لكم المغاربيه. طيب. وبالفعل وافق لهم وغلقوا لها وغلقوا المغاربيه لمده يومين وجاء هو فرحان في الطياره على اساس انه غلق المغاربيه ولما وصل للجزائر عاود طلقتها قطر من جديد. تتذكر هذه الحادثه ونتذكرها انا مليح. هذه الدوله هذا النظام اللي يمارس عليه قطر بالشكل هذا ويمارس مع قطر بالشكل هذا نرفضه مثل نرفض. طيب الان ماذا عن العلاقات ماذا عن مصر؟ مصر واستقبال السيسي للعمامره وتسليم الرساله من قبل التبون لدعوته للجزائر في مقابل ما طرح في الاعلام من ان هناك غضب مصري من استقبال رئيس الوزراء الاثيوبي. واش راح تقول على السيسي هذا لما خشان اللعب بين الغزاويين واسرائيل يتوسط لاسرائيل عند الغزاويين يقول حبسوا القصف لاسرائيل. واش راح تقول عليه هذا؟ واش من قرارات راح يديروها بهذه الجامعه العربيه؟ واش من جامعه عربيه هذه اللي تراسها مصر من 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 من, من 70 سنه؟ وين هي هذه الجامعه العربيه اللي دارت الوحده العربيه والبلدان اللي لقيتها كي تاسست ولا تزوج؟ اليمن كانت وحده ولا تزوج؟ العراق ولا اشلاء؟ سوريا هاي اشلاء؟ الجزائر هم يتهدوا عليها؟ واش اسمها الخرطوم ولا وين هي هذه الدول؟ ونعطيك معلومه، انا سمعت من الاخوان، عندي اصدقاء في اديس ابابا، قالوا لي باللي الافارقه في الاتحاد الافريقي ولاو من كثرة هذه النوعية تاع البشر اللي يسمونها عرب في شمال افريقيا وفي الصومال وفي السودان وفي مصر وفي الجزائر وفي ليبيا وفي كذا، المشاكل تاعهم 50% من المشاكل المطروحة على الاتحاد الافريقي ولات هذه المشاكل البينية بين هذه الدول. ولو يعطلوا لهم الاجتماعات هم حابين يروحوا للتنمية ويروحوا وضع اسس لمؤسسات تنهض بالقاره وهما يعطلوا فيها وراهم يفكروا في هذه النوعيه تاع البشر اللي يسمونها العرب يطردوهم من هذا الاتحاد يولي اتحاد افريقي وليس اتحاد يضم هذه الدول الكارثيه اللي تحكم هذه البلاد، يعني هذه البلدان مصر وسوريا مع مصر وليبيا وتونس وكذا اللي هكا في اوزو خلاف تشادي في مالي خلاف وراح العرب في بين شمال وفي الصحراء الغربيه خلاف ويعني فعلا هذا العرب هذو 50% من 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 قرارات الامم المتحده كانت في مجلس الامن وفي اسمه كانت لقضايا عربيه. وش النوع هذا البشر هذو اللي ويقول لك راح نديروا قمه وراح نديروا حاجات ولم شمل؟ وش من شمل بقى لنا في هذا؟ احسن شيء هو خروج من هذه الجامعه. وانا لو كانت عندي سلطه نحاسب كل المسؤولين اللي من 15 ولا 20 سنه وهم يدفعوا باشتراكات لهذه الجامعه بغير جدوى وبغير فائده ونحاسبهم حتى على المبالغ الماليه اللي مدوها للمنظمات تاع هذه الجامعه. طيب يبقى معنا الاستاذ سعد بعقوق، نسمع تبون وحديثه عن القمه العربيه في تصريح سابق. القمه في الجزائر اعتقد ان طبعا تكون ناجحه لان احنا ما عندنا حتى خلفيه وراء الشيء. الخلفيه الوحيده اللي هو لم الشمل تاع العرب، لان في السنوات الاخيره وقع تشرذم كبير ونزاعات بين العرب في بعضهم بعض الى اخره، الامور يعني ما هي خلافات معروفه. احنا ان شاء الله يلتقوا هنا كلهم اشقاء تاعنا وكلهم نحبوهم، ما عندناش في الخليج ولا في الشرق ولا في الغرب ولا ما يهمناش، احنا المهم
الأسرة العربية تجتمع في الجزائر، والجزائر أولى بجمع الشمل وأولى بالوساطة، حتى لو كانت فيه وساطة بالنسبة للحل بعض النزاع. أعود إليك أستاذ عبد العالي رزاقي. دكتور عبد العالي رزاقي، كنت تسمع تبول وهذا الحديث عن هذه القمة العربية بكل الجدل مثار حولها وقصة دائما لم الشمل، وهل هو رهان في النهاية، رهان كذلك لتبول، رهان شخصي على إنجاز، تحقيق إنجاز بهذه القمة، ولكن في النهاية تشهد هذه القمة بالعكس تثير الجدل أكثر؟ هو تبون أنجز أشياء لا تختلف عن الرؤساء الذين سبقوه، وتحدث عن إنجازات، إنجاز دستور، إنجاز برلمان، إنجاز كذا، اسمها الإنجازات. لا يوجد رئيس في الوطن العربي يمكن نعطيه صفة الرئيس. آخر ثورة انتهت هي التونسية، تونس قضى عليها قيس سعيد بسبب قربه لعلاقته بالجزائر وليس بغير. لو كان بعيد عن الجزائر كانت تشهد الثورة. لماذا؟ لأنه مثلما قضوا الحراك في الجزائر وحولوه إلى تمجيد بعض الشخصيات في السلطات، في السلطة الجزائرية، قضوا على بقايا الثورة في تونس. المشكلة تبون هي المستشارين، هل له مستشارين في مستوى بقية الرؤساء؟ أعتقد أنه لا يوجد رئيس في الوطن العربي قادر على أن يستمع إلى مستشار له، وبالتالي نحن أمام منظومة سياسية من الصعب مش جمعها. يمكن يجتمعوا كلهم، يجتمعوا في الجزائر مش مشكلة، ولكن البلد الذي يجتمعون فيه سيقضون على ثورته. وأعتقد أنا خايف كثير أن تنتهي ذكرى أول نوفمبر بوجودهم في الجزائر. طيب عودي لك سعد بو عقبة، كنت ربما كنت تشير المغاربية، المغاربية بالعكس وقف بيت المغاربية علاقة ب شركات الساطل الفرنسيه ولا علاقه لها بقطر، وهي لا 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 في المره الاولى وقفتها. طيب. موش تاع الساطل في فرنسا. على كل هذا التوضيح، ربما نعود الى نقاشنا، هذا التوضيح من الناس المره الاولى. لا، لكي لا نضيع في التفاصيل، نعود الى نقاشنا. لا، القصه لا علاقه لا ما تغلطش الناس. لا طيب، لنعود الى نقاشنا استاذ سعد بعض، ما قصة لم الشمل المرة الثانية صح ساطل، بصح المرة الأولى قرار. طيب. من على على كل قصة لم الشمل، نعود إلى قصة لم الشمل. لم الشمل العرب، ماذا عن لم الشمل الجزائري؟ ما رأيك فيها؟ شوف لو كان جا كانت بلادنا فيها سلطة قادرة تمارس السياسة حقيقة، كان هذا الموقف اللي داروه درك أنهم يبعثوا مرسول للمغرب كان يحولوه الى عمل جدي حقيقة، يتنقل وزير الخارجية شخصيا ولا رئيس الحكومة شخصية هو اللي يدي الوحدة ويفتح حوار ونحلوا مشاكلنا بيناتنا. ما عندناش مشاكل كبيرة مع المغرب، يعني حتى قضية الصحراء هذه ممكن نتجاوزوها بأي شكل من الأشكال لو كان نفتحوا الحوار. ها هو العمل الجدي الجديد اللي ظهر له، كان جا خير من القمة العربية وخير من هذه الشطاحات اللي يديروا فيها في المشرق العربي، ودخلنا احنا في عصرين هذو العرب هذو اللي يجي يدي من عندنا الدراهم ويديه من عند وزير الدفاع الإسرائيلي، ونفتخر أنا أنني سلمت له الدعوة، هو أول اللي راح يجي للجزائر. هذا المفروض نمنعوه من دخول الجزائر، هذا السيد هذا، لأنه يهز الدراهم تاع الجزائريين اللي يشدوا الحزام ويعطوه له باش يوجههم على شعب يدير بهم تعاون امني مع الحكومه الاسرائيليه، نعطيهم مباشره الحكومه الاسرائيليه، علاه نعطيهم العباسي يتبرع بهم للاسرائيليين؟ يعني فعلا القرار الوحيد اللي كان المفروض يديروه الان رئيس الحكومه الجزائريه يهز الدعوه ويروح مباشره للقصر الملكي، يعطيها له ويفتحوا حوار ويتلاقوا ويحلوا مشاكلنا.
هذه هي القضية اللي ما عندناش مشاكل معها. احنا لازم نحلوا مشاكلنا، ما لا وساطة ولا كذا. كيف إذا السعودية حاشا النعمة تتوسط بين الجزائر والمغرب، كل ما جاش كارثة بالنسبة لنا احنا وبالنسبة حتى الإخوة المغاربة. ونتمنى الإخوة المغاربة أنهم يكونوا في مستوى هذه القضية هذه، وما يتعاملوش تعامل أسوأ من تعامل الجزائري في قضية الدعوة هذه، ويحولوها إلى ديناميكية لإخراج المنطقة. رانا تعبنا، وضعنا في عهد الاستعمار تحت الاستعمار، وحدتنا تحت الاستعمار أفضل من وحدتنا الآن. لما كان القطار في عهد الاستعمار ينطلق من طنجة إلى تونس، هو المواطن يركب وما يطلبولوش ورقة، حتى درك ولات الحدود مغلوقة والفيزا والناس تسب في بعضها ومانيش عارف واش. يعني فعلا شيء 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 شي يخلي 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 اللي عنده قلب يخليه يطلع له السكر. طيب سلامتك استاذ سعد، سلامتك، نريد سلامتك، يبقى معنا. نعود اليك سيد محمد الداوي. محمد الداوي، تبون يتحدث عن لمشة من العرب، وطبعا هناك إبراز كبير لهذا الموضوع القمة العربية، لكن ماذا عن لمشة من الجزائريين؟ وهذا في المقابل يتم تفريق لمشة من العائلات الجزائرية، 300 معتقل معتقلين، الرأي آلاف المتابعين والملاحقين، الاعتقالات المستمرة يوميا للجزائريين يعبرون عن رأيهم بسلمية. أستاذ جمال، يعني قبل ما نجيب على سؤالك، انا دعني انه بالنسبه لشمل العرب وجامعه الدول العربيه، لولا انه اعداء الجزائر ومن يريدون ان يشوشوا على الجزائر تاكدوا من نجاح قمه الجزائر ان شاء الله على الاقل يعني بنسبه محترمه جدا في لملمه الجراح العربيه وفي لملمه الصف العربي لما شوشوا علينا. وبالتالي نحن يعني بانتظار الفاتح من نوفمبر ليجتمع شمل العرب ان شاء الله في الجزائر. أما بالنسبة لجمع لم الشمل الداخلي، فأعتقد أن السلطة ماضية، وفي آخر اجتماع لمجلس الوزراء الرئيس طلب من الحكومة أنها مراجعة القانون الذي طرح في لم الشمل في عديد من جوانبه. ونسبق لي أنني قلت هنا على المغاربية وعلى لسان حزب الكرامة أنه دائما كنا نقول أنه من أجل لم شمل الجزائريين أول حاجة علينا هي استعادة الثقة بين الجزائريين، واستعادة الثقة لا بد من أننا نرد المظالم إلى أهلها، وما أكثر المظالم. وعلينا أن ننطلق من بداية الاستقلال في رد المظالم إلى أهلها، مرورا بالتجاوزات التي وقعت في التسعينات في حق الكثير من المظلومين، منهم من فقد ومنهم من هو في السجن ومنهم من هو يعني مجروح ومنهم من هو معطوب. ولكن نحن متأكدون إن شاء الله بأن الجزائر قبل أن تلملم جراح العرب ستلم شمل أبنائها، ومتأكدون أنه إن شاء الله الرئيس تبون ما كان ليلعب بهذه الورقة، لأنه مرينا من قانون الرحمة والمصالحة الوطنية، والآن السلطة أنها عازمة. ولكن في النهاية لم الشمل، قانون لم الشمل انتهى إلى ملحق صغير في قانون بوتفليقة للوئام المدن، يعني بعدما كان هناك حتى بيان من الرئاسة عن معتقلي التسعينات وتم إحصاء عددهم 298، وحتى عن كان هناك حديث عن عفو عن المعتقلين السياسيين المعتقلين، رأيتها إلى من حملوا السلاح وسلموا أنفسهم بعد قانون الوئام. هذه هي القصة وما فيها. نعم، أنا أظن هذا جزء من المشاكل التي يعاني منها الجزائريون. وبالتالي فأنا أقول يعني دعني أكمل الفكرة فقط، أن الرئيس تبون ما كان ليلعب ورقة خاسرة. يعني إذا كان يقدم قانون للم شمل الجزائريين ويكون على شاكلة القوانين التي مضت، فهذا لم يكن لم شمل. أنا أعتقد أنه الآن أي رئيس جزائري أو يعني يحب يخلد اسمه بأنه حل مشكلة، بأنه طوى صفحة الماضي، إذا كان لم الشمل على حساب فئة معينة فهذا مش راح يجيب نتائج. فقلت نحن في حزب الكرامة متأكدون بأنه إن شاء الله سيفضي في النهاية قانون لم الشمل إلى طيه نهائيا بالصيغة التي ترضي كل الجزائريين. وبالتالي يعني قبل نهاية عهدة الرئيس تبون إن شاء الله سنرى الجزائريون إن شاء الله إخوة، سنرى إن شاء الله لم شمل كلهم، يعني حتى وإن ربما وقعت كثير من التجاوزات التي لا يمكن إصلاحها الآن، لأن هناك من توفوا وهناك من هم مفقودون، ولكن على الأقل أننا نلملم الجراح التي لا زالت مفتوحة، لأنه الجزائريون الآن
العالم ولا قريه، يعني راهم يشوفوا واش راه صاير، ما بقاش يعني قال انني نربح موقف سياسي فقط. وبالتالي فنحن متفائلون ان شاء الله لم شمل الجزائريين جميعا باذن الله. طيب استاذ عبد العالي رزاقي، ما رايك في المقابل؟ اعتقد انه من الصعب لم شمل الجزائريين، وكلمه لم شمل احنا مشنا متفرقين، نحن مشكلتنا عندنا مشكله سياسيه، عندنا عدم شرعيه المؤسسه الحاكمه لا تملك الشرعيه، عندنا شعب تحرك وحاول ان يعطي للجزائر سمعه كبيره ويجعلها تتصدر كل وسائل الاعلام من خلال الحراك الشعبي، كيف كانت نهايته؟ كيف تحول السجن الى استقبال النساء؟ لا يوجد في التاريخ، بل مستطيع ان اقول كلمه اكثر، عندما تهان جميلة بحيرد من طرف شخص والسلطة ولا يتحرك أي ولا تحرك النخب الجزائرية، ألا يعد هذا تمزيقا لوحدة الجزائر؟ أعتقد المشكلة أكبر مما يتصور البعض، أنه يتصوروا أنه المشكلة أن يلتقي الناس مع بعضهم وكذا. طيب نحن نلتقي دائما مع بعض، ولكن المشكلة أنها مشكلة سياسية. أتمنى من تبون إذا أراد أن يفكر في هذا أن يعلن عن استقالة ويدعو لانتخابات جديدة، في هذه الحالة يتم لم الشمل، خارج هذا الكلام لا معنى للم الشمل. سيد عبد العالي، سيد سعد بوعقبة، ما رأيك لم شمل الجزائر؟ ولا احنا متفرقين، السلطه اللي راها متفرقه، الا مو شملهم هما يضاربوا ويديروا في بعضهم بالحبس، يتفاهموا هما ويديروا مؤتمر بيناتهم والا مو شملهم ويخرجوا للشعب الجزائري يقولوا له عندك الحق انك تدير انتخابات حقيقيه تنشئ بها مؤسسات شرعيه. مشكلتنا ماهيش مشكله كما قال الصديق عبد العالي الرزاقي، عنده الحق، احنا ما عندناش مشكله بيناتنا احنا الجزائريين، عندنا مشكل شرعيه في البلاد، لازم والسلطه في عود اللي تبحث عن الشرعيه مع شعبها راهي تبحث لها مع اشباه البشر اللي يسموا العرب بالقمه العربيه هذه اللي حابين يديروا بها عذريه في الجزائر ويديروا بها شيء من الشرعيه السياسيه والدوليه، والحقيقه ان الشرعيه الدوليه تنطلق من الشرعيه الداخليه، لما تكون الحكم عنده شرعيه داخليه يكون عنده شرعيه دوليه، اما العكس فهو مجرد عبث ومجرد تلهيه ومجرد جبان الوقت بالبلاد وتضياع الوقت مثل ما ضيعوا الوقت ودراهم خلال ال 20 سنه اللي فاتت. طيب ولكن ما توقعاتك الان لهذه القمه العربيه بكل هذا الجدل المثار حولها؟ هي مبالغ ماليه تدفعها الجزائر على الجماعه هذو ياكلوهم، والجزائريين جيعانين والجزائريين عطشانين والجزائريين ما عندهمش البطاطا ما عندهمش الزيت، وهما يصرفوا اموال على اشباه البشر اللي يجيبوهم. طيب معلش، ما نضع هذا بين قوسين، ويروضوا. تفضل. نعم تفضل تفضل. ياكلوا ويروضوا، واقصى ما يمكن يديروه هو انهم يديروا انهم اتفقوا على الا يتفقوا، يعني قال والله انا في قضيه ايران ماناش متفاهمين، في قضيه ليبيا ماناش متفاهمين، في قضيه اليمن ماناش متفاهمين، في قضيه الصحراء الغربيه ماناش متفاهمين، اذا واش نديروا لهم؟ قال هذه الموضوعات هذه ما نديروش بيان ختامي ونرجو كما ذا، يعني ربما تكون كما فاس الاولى ولا فاس الثانيه على ما اتذكر. طيب خلينا في المقابل نسمع توقعات سيد محمد الداوي. سيد محمد الداوي، ما توقعاتك للقمه العربيه؟ سيد محمد الداوي تفضل. نعم نعم، اعتقد ان السلطه في الجزائر يعني ما كانت تلعب ورقه خاسره، حكومة الرئيس تبون تلعب على عدة جبهات من بينها جبهة الدبلوماسية. الجزائر يعني تسترجع، متأكدين أنها تسترجع عن طريق قمة الدول العربية في الجزائر في أول نوفمبر، تسترجع إن شاء الله ما
فريق الدبلوماسيه الجزائريه، وان شاء الله يعني هذا التشاؤم الذي اراه انه ان شاء الله ما يكونش وتكون فيه مخرجات ترضي الجزائر وترضي الصف العربي الى حد كبير. انا لا اقول اننا ننتظر من قمه جامعه الدول العربيه هنا في الجزائر انها تحل كل المشاكل، فهذا يعني ضرب من الخيال، ولكن متاكدين ان شاء الله انها تحل كثير من المشاكل وتسجل الجزائر ان شاء الله نقاط في الدبلوماسيه كما سجلتها من عهد الاستقلال الى يومنا هذا ان شاء الله. دكتور عبد العالي رزاقي، في المقابل ما توقعاتك لهذه القمه العربيه؟ هي تجتمع ولو بسكرتيرات الرؤساء. يتم الاجتماع، يتم كذا، ومحتمل أن يؤجل البيان لقمة أخرى ويتركها مفتوحة. أعتقد أنها قمة تسيء لأول نوفمبر، وأذكر أول نوفمبر هذا أهم شيء في تاريخ الجزائر. لا يؤقل أن نأتي بخونة بمجموعة شاركوا ما لهم علاقة مشبوهة مع دول أخرى ثم يأتون هنا ليزكوا نظاما لا يختلف عنهم. دكتور عبد العالي رزاقي، أستاذ العلوم السياسية، الكاتب والأكاديمي، كنت معنا عبر الهاتف. محمد الداوي، رئيس حزب الكرامة، عضو لجنة البرلمان، لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر، وعبر خدمة سكايب من الجزائر أستاذ سعد بوعقبة، الكاتب صحفي. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.